طب انا عايزاكي تجربي لنا كده حاجه عمليه، بس انا عايزه اسالك الاول سؤال. يعني امتى انا ابقى محتاجه ان انا اروح مثلا لحضرتك، او ابقى محتاجه ان انا اتعالج بالصوت او باستخدام الالات دي؟ ابقى حاسه بايه؟ ابقى مثلا حاسه بستريس او عندي ديبريشن، ولا يعني امتى اقول ان انا هروح اتعالج بالصوت؟ اي حاجه مش محتاجه تدخل طبي. يعني طبعا لازم نفصل ان في حالات نفسيه بتبقى محتاجه طبيب نفسي. اوكي. لكن في حالات من حالات الضغط النفسي والتوتر والارق وكل الكلام ده والاحساس بالغضب والضغينه والاحساس ان الواحد حاسس انه مظلوم او كل الكلام ده، بيبقى شخص محتاج فعلا انه هو يستخدم اداه من الادوات. وطبعا الجونج من الادوات الباورفل يعني. طب ما نشوف بقى حاجه كده، عايزين ننام ونشخر. هذا عايزك 40 دقيقه بقى. يا رب بس ما ننامش بجد. عشان ايه؟ لا يعني نشوف الاصوات دي بتعمل يعني نشوف بس الاصوات دي كده. طيب احنا بنبتدي، يعني طبعا انا ببتدي بالتيبتن بولز لان دي تبقى اصواتها. انا مش عارفه الصوت وصلكم كويس. تمام. وببتدي أعمل guided meditation، أقول للناس تركز على النفس، تبتدي تشوف النفس بيوصل لأسفل البطن، أوكي، عشان الجسم يستفيد منه، وعشان ده بيسهل إنه العقل يسترخي لأنه بيوصله أكسجين أكتر، فبيسترخي المخ، بيبتدي يسترخي وأعضائنا الداخلية كلها بتبتدي تسترخي. أوكي. بعد كده خلصنا الفقرة اللي هي استعدينا فيها، بنبتدي نعمل بقى الجونج. ايه ده صوته بتاخد الشخص في حاله من ده، يسحب الشخص ده لازم.